الشيء محدد هذا وخارج الاصول. اي ان يكون هل محكمه الثوره كانت سيد السيد ام حسن السيد؟ وهل احنا شقدناه؟ هل القاضي عادل؟ اسمع يا ابي اسمع، تشطب. احنا قلنا من البدايه كل تشطب، كل العبارات والصيغ التي خارج عن صدد هذه الدعوه. احنا نبهنا وكيل بخصوص هذه العباره، ماكو محكمه سيئه الصيغ ولا عادي. احنا هنا محل احقاق الحق حقي والعدل، ماكو تجاوز على اي واحد. هو شاهد سيادتك، سواء انا كان موجود داخل قاعه او خارج. شهاده لي تشهدي يقول لي تجاوز. هسه انت عندك سؤال موجه الى سيد المحكمه سيد الصيغ. يعني شنو انت يعني شنو هالتوضيح منك؟ يا شاهد هو شاهد سمي يقول هو. هذا سؤال ما يسال للشاهد. اعترض على يعني مثل هذه الاسئله وانت تعرف كل الزيادة. ليش ليش يعني ليش انا ما يجاب على سؤالي؟ قانون احنا ما جايين، احنا بدنا نطبق القانون، نمشي وفق القانون. محامي انت الان جاوبوا على نمشي وفق القانون، نطبق القانون. تريد هيو؟ مو هيو سياده القانون، المدعي العام والمحامي محامي الموكلين التهمين الشهود جاوب على يا بدي اسمع ده نقول لك اذا عندك سؤال محدد متعلق بالقضيه وجه للشاهد، اذا ما عندك انت يعني دمعت مكانك، انت متهم. يا القاضي خلي يقول نعم او لا، يعني جواب يعني ايش ما خلي يجاوب. بدي اسمع بابا، بدي اسمع المحكمه تقدر يعني شهاده والاسئله ثم بعضها. يعني استريح لا تتعب نفسك اكثر، استريح الله يخليك استريح. معكم شيء تجاه الشاهد؟ تسمح لي اجاوب على سؤال الاستاذ عواد؟ على سؤال كلمه واحده. اي جاوب. انا سئلت من قبل السيد رئيس الادعاء العام عندما زارنا بالمعتقل وسالني عن الاستاذ عواد، قلت له الأستاذ عواد من الناس الطيبين اللي دائما يميل لصالح الخير على الشر دائما، لأن في كل قضية أكو إرادة شر وأكو شيطان وأكو كلمة رحمة. مجاملة بيناتكم مو موضوع لا مو مجاملة رجاء مجاملة عراقية رجاء اسمح لي. جيت لقيته وكيل لرئيس ديوان الرئاسة بال95 عام، قلت له هذا الرجل إذا قضية موظفين اثنين تتطلب عقوبة أيضا. أنا جايبيك تقول الحق، أنت حلفت بالقرآن يعني. إيه طبعا أقولها بس تريدني أخذها. ما حد رايب منك شيء خارج حدود القانون. اسمح لي. ما حد رايب منك. اسمح لي المحكمة، أنت ذكرت هذا الموضوع. نعم أنا سألتك عنه. مو ذكرت لك إياه؟ نعم ذكر. إلا أنه الجواب الآخر شنو كان من سألتك؟ قلت لك محكمة 148 ضحية، ايش قد يستغرق محاكمتها من قبل محكمة الثورة؟ جاوبتني أنا مسجلتها. لا أنا جاوبتك أيضا. نعم. وقلت لك على الشيء اللي قلت لي أنت ليش ما اعترضت؟ نعم. مو صحيح؟ جاوبتني. مو صحيح؟ نعم. مو قلت لك أنت ليش ما اعترضت؟ نعم. قلت لك أنت اعترضت على الفلوجة؟ اعترضت على الميسره اللي صارت بالفلوجه؟ هذا الموضوع غير موضوع، وانت قلت لي هو موضوع واحد. انا اريد احفظ خصوصيتك. احفظها من قابلتك وجه لوجه وما اريد لا اقول لا رجاء. لكن انت لا تطلع عن الموضوع وتبين نفسك. انا طلعت لانه انا طلعت عن الموضوع. اي بس هذه اقول لك، وانا احافظ اسمح. على كل ما تم من خلال لا قابلتي لك وكل الحوار اللي دار وهو للتاريخ مسجل. لا تحافظ اسمح لي لا تناقش. يعني انا من اكو متهم. اذا عندك شيء فبها، اذا ما اي عندي شيء. ليش ما عندي شيء؟ اذا متهم اني اسال عنه شنو رايك بي زين وأجاوب أقول هذا الرجل محب للخير ما محب للشر. إذا انعرضت عليه قضية متهم احنا أو شخص سألناك عن شخص المتهم، احنا سألناك عن واقعة. لا واقعة لا سألني عن متهم، يعني هو السيد رئيس الادعاء العام سألني عن متهم، عن محكمة الثورة وليس عن متهم. لا سألتني عن سجل عندي، أنا ما عندي مانع أعرضه إذا وافقت.
إذا واضح. شنو الحل؟ شنو هذا؟ هاي مناقشة خارجة عن صدد الدعوة. ما أدري يعني الشاهد في ذم التهديد. يعني شنو؟ عندك شيء آخر؟ ما عندي شيء. إيه. روح مكانك. أخذ مكانك. شو اللغة هاي؟ أشكركم على كل. بالنسبة للشاهد الآخر عندكم شهود آخر؟ نعم، نادي على الشاهد حسن عذبة حسن ثلج العبيدي.